ما حكم الإخبار عن الميت في مكبرات الصوت وفي المساجد؟ إذا استدعى الأمر أنه يخبر عنه في المساجد أو مكبر الصوت لا بأس، إذا كان الغرض من ذلك مصلحة الميت للدعاء له والصلاة عليه أو قضاء ديونه لا بأس يخبر عنه بأي وسيلة، وفي الإذاعة وفي المكبر الصوت وفي الصحف ما يخالف لا بأس، المهم الغرض ما هو، إذا كان الغرض غرضا صحيحا فلا بأس. نعم.